انضم إلينا أيضا الآن من بيروت الكاتبة الصحفية بولا أسطيح. بولا أهلا وسهلا بك. يعني كيف يمكن اليوم التعليق على هذا المشهد وأيضا على التطورات التي نوعا ما كانت متوقعة عن اشتباكات بمحيط مجلس النواب؟ نعم تماما كارولينا، يعني ما يحصل اليوم متوقع أن يزداد التصعيد خلال ساعات المساء والليل. مجموعات الانتفاضة، مجموعات الحراك كانت أكدت لنا سابق أنها ستتحرك اليوم، ستصعد، وكل التصعيد سيكون بعد القداس الذي يعني يتم إحيائه الآن في حرم المرفأ. بدأت يعني شرارة التصعيد من خلال توجه أعداد كبيرة إلى مجلس النواب، ولكن سيكون على ما يبدو هناك تحركات أخرى باتجاه منازل مسؤولين. طلب القاضي بيطار رفع الحصان عنهم، يتحدث الثوار عن يعني تصعيد نوعي، عن خطوات غير محسوبة. أعود للمشهد يعني ككل الذي شهدناه، يعني هذا المد الشعبي، يعني كنا ننتظر أن ينزل الناس إلى الشارع، ولكن لكن ليس بهذا العدد وبهذا الكم كارولينا. هناك غضب عارم مسيطر، وبالتالي أيضا لم نكن ننتظر أن كل هذه الأعداد التي ذهبت إلى مرفأ أن تتجه الآن إلى مجلس النواب. نحن الآن في وسط بيروت وكل الأعداد وكل الناس يعني أنهت الصلوات والوقفات الرمزية وهي تتجه إلى مجلس النواب. يحكى أيضا عن إمكانية أن يحصل في مجلس النواب اعتصامات مفتوحة للمطالبة باستقالة مسؤولين معينين وغيره. طيب اليوم بولا، يعني كيف يمكن أن يتطور هذا المشهد؟ لأنه بالفعل هذا المشهد الذي نتابعه اليوم في مجلس النواب أو بمحيط مجلس النواب تابعناه في الخامس من آب العام الماضي والسادس والسابع والثامن منه، ويعني كل الاشتباكات التي حصلت وأيضا الإصابات التي وقعت، بالتالي لم يتغير أي شيء. هل ممكن هذه المرة أن تختلف نوعا ما الصورة في ظل التعنت نوعا ما الحاصل أقله فيما يتعلق برفع الحصانات، رغم أنه البعض من الأحزاب السياسية تقول أنها مع رفع الحصانات؟ تماما كارولينا، يعني هذا هو السؤال الذي يعني يسأل. هل غدا سيكون يوم آخر؟ أم يعني سنعود لما كنا عليه قبل 4 آب؟ لا يمكن الحسم في هذا الآن. كل شيء مرتبط بما ستؤول إليه الأوضاع مساء، كحجم التصعيد، حجم المواجهة التي ستكون بواجه الأهالي والثوار. هل هناك قرار يعني بحسم الموضوع سريعا، أم كما كنا نشهد في 17 تشرين كان الجيش يسمح بقطع الطرقات، يسمح بالكثير من يعني ما قد يعتبره المسؤولون السياسيون تجاوزات للثوار. وبالتالي هنا يعني تطرح علامات الاستفهام. لا نعول كثيرا كارولينا على أنه سيحصل انقلاب كبير يوم غد، يعني سيدخل الثوار إلى بيوت الزعماء وسترفع الحصانات. يعني المشوار كما يقال لا يزال طويل، ولكن المشهد اليوم يفترض أن يعني أن يكون المسؤولون السياسيون قرأوا الكثير من وراءه. البعض اعتبر أن بس أهالي الضحايا سينزلون، تبين أن هذا غير صحيح. أعداد كبيرة من اللبنانيين اليوم على الأرض، وبالتالي سيحسبون 1000 حساب لما هو آت. الرئيس نبيه بري الذي كان يفترض أن يدعو بالأمس إلى أو حتى قبل أيام بجلسة لرفع الحصانات، يفترض أن يهز هذا المشهد وأن يدعو غدا إلى هذه الجلسة. كيف برأيك يعني إلى الجانب، هل ممكن أن نشهد ربما تشكيل حكومة جديدة؟ يعني بالفعل مر عام 10 أيام بعد الانفجار لاستقال حسان دياب، و تكليفات وراء تكليفات اليوم العصا بيد نجيب ميقاتي. هل هذا المشهد ربما يمكن سيدفع إلى تشكيل حكومة قريبا؟ نعم، المستفز كارولينا أن ما يحصل اليوم، يعني كل ما يحصل هذا المشهد لا يشعر به المسؤولون السياسيون وبالتحديد رئيس الجمهورية وحتى الرئيس المكلف أنه يفترض أن يكون هناك استعجال للتشكيل. كل الإيجابية التي شهدناها عند تكليف ميقاتي وخلال الأيام الأولى من عمليات التشكيل تلاشت كليا. يعني التواصل مع مقربين منه اليوم من ميقاتي يؤكدون أن الأمور معقدة،
أن طريقة تعاطي رئيس الجمهورية مع ميقات عادة ستكون كما طريقة كانت طريقة تعاطي الحريري. يقولون أيضا أن هناك صف وضعه رؤساء الحكومات السابقين لن يتنازلوا عنه، وبالتالي ما كان يحمله الحريري وشروط الحريري لا تزال هي هي. والموضوع ليس محصورا كما اعتقد البعض، يعني بخلاف شخصي بين ميشيل عون وسعد الحريري من جهة وسعد الحريري وجبران باسيل من جهة، ليس يعني محصور بهذا الخلاف الشخصي، الموضوع أبعد من ذلك. عون وباسيل لن يتنازلا عن أيضا السقف الذي رسماه ويقولان أنه استرجاع لحقوق المسيحيين والدور المسيحي وما إلى هنالك. نعم. وبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر بالموضوع. طيب. الحكومي لا أعتقد أننا سنرى أي شيء قريب في هذا المجال. بولا تفضلي بالبقاء معنا. سينضم أيضا إلينا في هذه التغطية من بيروت الباحث السياسي علي مراد. أهلا وسهلا بك سيد علي، تعليقك على هذه المشاهد وإلى أي مدى برأيك يمكن أن تنعكس على يعني خطوات المسؤولين في الأيام القليلة المقبلة، إن كان لجهة رفع الحصانات أو لجهة تشكيل حكومة أو أي إجراء من شأنه التخفيف من معاناة اللبنانيين ومحاسبة المسؤولين عن ما حصل في العاصمة بيروت منذ سنة؟ سيد علي هل تسمعني؟ طيب سأعود إلى بولا. بولا كنت تتحدثين عن أنه عن موضوع الحكومة وبأنه نفس العقد التي كانت تواجه عون مع الحريري تواجهه اليوم مع ميقاتي، وبالتالي لماذا نتوقع أن يتغير المشهد؟ تماما كارولينا، يعني كما سبق وذكرت البعض كان يعول على أنه الخلاف الشخصي بين ميشيل عون وسعد حريري اليوم هو غير موجود، وبالتالي قد يحصل الخرق الذي ننتظره على مستوى الحكومة بعد يعني حوالي أسبوع أو أكثر على التكليف وبدء عملية التشكيل. تبين أن الأمور أبعد من ذلك، البعض اعتقد أن ميشيل عون وقد يرضخ للضغوط الدولية الكبيرة الممارسة في موضوع تشكيل الحكومة وبالتالي قد يقدم تنازلات. أيضا تبين أن رئيس الجمهورية والوزير باسيل ليسا بصدد تقديم أي تنازلات، من هنا يعني لا تعويل كبير على تشكيل حكومة. البعض بدأ يتحدث عن يعني وصول موعد الانتخابات من دون حكومة، وحتى بولا سأعود إليك حول هذه النقطة، لكن دعيني أرحب أيضا من بيروت بالكاتب والباحث السياسي حنا صالح. أهلا وسهلا بك أستاذ حنا، تعليقك على ما يجري اليوم في بيروت وإلى أي مدى ما نشاهده من هذه الذكرى ربما سيعني يوصل صرخات أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى المسؤولين. مساء الخير. مساء النور. ما حدث اليوم حدث تاريخي بالكامل، لقد حدثت القطيعة. الشعب اللبناني في مكان وسلطة الاحتلال، سلطة الهيمنة الخارجية خلف الأسلاك الشائكة في مكان آخر تتقاتل على كراسي الحكم وعلى المغانم. اليوم يوم العدالة، ليس يوم للذكرى. الجريمة ماثلة، كل الذين نزلوا وكانوا أكثر من مليون إنسان رغم شح المحروقات، حواجز الطرقات، الشائعات الكثيرة التي سبقت الحدث، صواريخ الجنوب، رغم كل هذه المعطيات كان هناك حشد بشري من كل جهات لبنان جاء ليقول لا للإفلات من العقاب، لا للحصانات، يجب أن تذهبوا إلى التحقيق إلى المحكمة، يجب أن تبلغوا القضاء، لماذا لم تتحملوا مسؤولية حقن دماء اللبنانيين؟ كنتم تعلمون أن تحت وسادة بيروت قنبلة نووية موقوتة وتركتموها تنفجر في رؤوس الناس، يجب أن يدفعوا الثمن. أصبحنا في مكان آخر، المجتمع اللبناني موحد اليوم، صلب، متماسك حول مطلبه بالتغيير، حول مطلبه
كيف من هذا أجل العدالة من أجل الحقيقة؟ يعني هذا المشهد الذي وصفته بالتاريخي بالفعل هو جاء على عكس التوقعات أو أكثر من التوقعات، رغم كل المصاعب التي واجهها اللبنانيون نزلوا إلى الشارع اليوم، ولكن هذه المشاهد تبعناها منذ عام، لماذا برأيكم اليوم سيختلف أو تختلف النتيجة؟ منذ عام ومنذ أكثر من عام، منذ 17 تشرين جرى خروج اللبنانيين على التقسيمات المناطقية والطائفية وقالوا لنا حقوق على هذه الطبقة السياسية. في الرابع من آب الطبقة السياسية بدت على حقيقتها كطبقة ليست مرتهنة وحسب للخارج بل قاتلة، وعلى مدى عام أوغلت بدماء اللبنانيين. تظاهرة اليوم هي تاريخيا الأكبر بتاريخ لبنان وتعادل 14 أدار مع فارق كبير أشرنا إليه، وهو الحواجز وهو الترهيب وهو إطلاق الصواريخ وهو أحداث خلدي. كل هذه العناصر لم تمنع اللبنانيين من كل المناطق لأن يطالبوا بالحقيقة والعدالة. ما حصل اليوم يؤسس لمرحلة جديدة لم تكن في السابق. رغم كل التهويل، رغم كل البؤس، رغم كل الانهيارات، رغم كل التجويع، رغم كل الإذلال، عاد اللبناني يقف وقفة قوية متماسكة بوجه سلطة تريد تدمير البلد، تريد أخذه إلى الجحيم لو تسنى لها. سيد حنا، هل هذا برأيك؟ هناك معطيات مختلفة. هناك معطيات. هذه المعطيات المختلفة. المعطى الأساسي المختلف. تفضل. المعطى الأساسي المختلف أن هناك ادعاء بالجناية على كل الطبقة السياسية، على كل الوزراء، على رؤساء الحكومات، على كبار القادة العسكريين والأمنيين، على رئيس الجمهورية. تقرير اليوم منظمة هيومن رايت ووتش واضح عندما يحدد المسؤوليات الكاملة والأدوار الكاملة. الدور الذي يلعبه القضاء الآن بالادعاء على الدولة اللبنانية بكل أركانها هذا عنصر كبير. لقد أعطى اللبنانيين الأمل أن العدالة ممكنة، وهي عدالة معلقة منذ اغتيال معروف سعد في العام 1975. منذ ذلك التاريخ كل الجرائم قيرت ضد مجهول، كل الجرائم كانوا يرتكبونها وهم مطمئنون. لكن حتى الجرائم التي يعني حتى الجرائم التي وجهت فيها الاتهامات بقى جهات معروفة تحمي هؤلاء المدعى عليهم، وبالتالي الحديث في بيروت الآن يدور حول المحقق العدلي، حول القاضي بيطار وقراراته التاريخية والجريئة، وأهالي ضحايا الشهداء في كل في أهالي ضحايا مرفأ بيروت يقولون نحن وراء القاضي بيطار. إلى أي مدى برأيكم اليوم هؤلاء السياسيين سيد حنا بالفعل يستجيبون للقضاء اللبناني إن كان للقاضي بيطار أو غيره؟ لأنه ليست المرة الأولى التي يستدعى شخص أو وزير أو نائب أو موظف ولم يتغير شيء. هذه هي المرة الأولى التي يتم الادعاء بجناية بارتكاب جناية القتل، القصد الاحتمالي، المادة 189 من قانون العقوبات، القتل، جناية القتل متهم بها الوزراء والرؤساء الحكومة، رئيس الجمهورية سيساءل، القادة العسكريين. الأمر كما أعتقد مختلف كثيرا، لكن كما تفضلت هل سيأتون إلى القضاء؟ سيقاتلون للتلطي خلف الحصانات وخلف الأذنات وخلف الإجرام الذي يرتكبونه، ويحتمون أكثر فأكثر بالدويلة وبالبندقية غير الشرعية وبهيمنة حزب الله عليهم، لكن سيكونون إلى الأبد مجموعة من المطاردين الخارجين على القانون، والشعب اللبناني كفيل بإقصائهم عن الحياة السياسية وعن المشهد العام. يعني سيد حنا اسمح لي بالأمس في كلمة رئيس الجمهورية تحدث عن انتخابات نيابية في كلمته للبنانيين عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، تحدث رئيس الجمهورية عن الانتخابات النيابية، تحدث عن العدالة متأخرا سنة كاملة، كان يعلم وقال لا صلاحية لي، كان يعلم ولم يتحرك، كان يعلم منذ قبل أشهر. كل هاجس رئاسة الجمهورية أن تضمن المستقبل السياسي لولي عهده جبران باسيل.
لصهره المدلل. ما من قضية تشغل رئاسة الجمهورية إلا هذه القضية. يعامل اللبنانيين على أنهم شعب زائد ليموت، ليرسله إلى الجحيم، واللي ما بيعجبه يهاجر. هكذا قال رئيس الجمهورية. يعيش حالة إنكار، هو يعلم أنه لولا بندقية حزب الله، كما قال النائب نواف الموسوي تحت قبة البرلمان اللبناني، لولا بندقية حزب الله لم يصل إلى رئاسة الجمهورية. هو مهندس الفراغ السياسي الطويل، حتى عهده نصف عهده الفراغ السياسي يتحكم من وراء مجلس الدفاع الأعلى ومن وراء بعض المؤسسات بقرارات وبألاعيب ربما تضمن مستقبل وحالة فئوية. لنستمع اليوم إلى ما قاله الرئيس ماكرون عندما اتهمه مباشرة وكل الطبقة السياسية بأنهم قدموا مصالحهم الشخصية. اليوم يراهن ميشيل عون على انتخابات نيابية، أي انتخابات نيابية ستتم الشعب اللبناني سيعاقب هؤلاء الناس، سيمنعهم من الترشح، سيقصيهم عن الحياة السياسية. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنا صالح. وأعود إلى الكاتبة الصحفية بولا أسطيح. بولا، أنت كنت في بيروت اليوم وتابعت الأحداث يعني على الأرض، هل فعلا تؤمنون بأن هذا اليوم سيغير شيء بالمسار القضائي وفيما يتعلق بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ مع كل تفاصيله منذ لحظة وصول نترات الأمونيوم إلى لحظة الانفجار؟ نعم كارولينا، يعني المشهد بهذه الأعداد الكبيرة يجعلنا يعني نتأمل خير أن يشكل عامل ضغط كبير على القوى السياسية كي ترضخ أولا لموضوع رفع الحصانات. يعني يعني هذه خطوة أولى، في حال رضخت لهذا الموضوع وذهب الأشخاص الذين استدعاهم القاضي بطار إلى التحقيق، يعني يعتبر الأهالي يعتبر الرأي العام أن هناك خطوة أولى يعني باتجاه الحقيقة والعدالة. تمكننا يعني من مس يعني هذه الرؤوس الكبيرة، الخطوط الحمراء التي كانوا يرسمونها ولا يزالون يرسمونها حول أنفسهم. وبالتالي المسار طويل لا شك، المسار صعب. هذه الطبقة السياسية هي عبارة عن مافيا حاكمة يعني مستحكمة بالشعب بالبلاد والعباد منذ عشرات السنوات، وبالتالي اقتلاعها ومحاكمتها ومحاسبتها ليس بالأمر السهل على الإطلاق. ولكننا نكون قمنا بخطوة أولى. نحتاج إلى دعم دولي كبير، دعم أممي كبير، طالما هم يرفضون وبكونهم أكثرية يستطيعون أن يرفضوا التحقيق الدولي، ولكنهم لا يمكن أن يعني يرفضوا الضغوط الدولية. إرسال يعني اليوم الأهالي يعملون على إرسال لجان تحقيق دولية، يعني لا أن يحولوا التحقيق كليا إلى تحقيق دولي، ولكن لجان دولية تتابع وتساعد القاضي بطار في تحقيقاته. هذا أمر أساسي جدا في عملية التحقيق في حال تحقق كارولينا. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتبة الصحفية بولا أسطيح. ومستمرون في هذه التغطية لذكرى انفجار مرفأ بيروت.